وأن يطهر قلوبنا منها إنه سميع قريب. قال رحمه الله تعالى: وقد رخص في الكذب في حالات ثلاث أو أكثر عددها العلماء، نقتصر على اثنتين منها كي لا نطيل عليكم. أولها الكذب في الحرب، يجوز الكذب في الحرب فقط في حالة الحرب. الحالة الثانية قال الكذب على الزوجة، كان قد ورد أنه جاء عن العلماء أنه يجوز الكذب على الزوجة في حال التقرب إليها وزيادة القرب منها والتودد إليها، فيجوز أن تقول لزوجتك على سبيل المثال: والله ما رأيت أجمل منك، يعني بقصد التودد إليها والقرب منها، وهذا جائز شرعا. وغير ذلك لسنا بصدده، لكن قال رحمه الله تعالى: إلا عن المعاريض. قال: تباح المعاريض، أن يعرض الإنسان بكلامه، يسميه العلماء تسمية أخرى التورية، أن تواري في حديثك، أو معاريض بمعنى في غير حاجة، عند حاجة تحاول أن تلوي الكلام وتصرفه عن المعنى الصواب إلى معنى آخر، فتقول على سبيل المثال كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التورية: لا يدخل عجوز الجنة. هذه تسمى التورية، لم يحدثها أنك لا تدخلين الجنة، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يواري، فقال: لا تدخل عجوز الجنة، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي قصة جميلة عن سيدنا عبد الله بن رواحة في التورية رضي الله عنه، كان عنده جارية فأصاب منها، وتعلمون أن الجارية أو الجواري مباحة كما ورد في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي الجواري. فأصاب جاريته رضي الله عنه وأرضاه، فدخلت عليه زوجته فرأته قد قام عنها، قد انتهى، فالزوجة بطبعها تغار، فقالت: أفعلتها؟ وهي غاضبة منه، يعني غيرة على نفسها، فقالت: أفعلتها؟ فقال: ما فعلت شيئا، يعني قصد ما فعلت شيئا خطأ. قالت: لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها، أرادت أن تصيبه، إما أن تقرأ القرآن كي أعلم أنك لا تستطيع قراءته، أو لأصيبنك بها. فقال رضي الله عنه وأرضاه أبيات شعر جميلة صرفت عقلها عما أرادته، فقال لها مديحا للنبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على الحبيب. قال رضي الله عنه وأرضاه: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع. فالتفتت إلى معاني هذه الكلمات الجميلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: آمنت بالله وكذبت بصري، وانصرفت عنه رضي الله عنه وأرضاها. أختم كلامي بأن الإمام النخعي رحمه الله تعالى كما قال الإمام ابن قدامة كان إذا طلب يقول للجارية: قولي لهم اطلبوه في المسجد. هذا كثيرا ما كنا نعانيه، أن تأتي إلى شخص فتطرق الباب عليه وتقول: فلانا هنا، فيكون أهل الدار قد كذبوا ويقولون: ليس هنا، وهذا كذب. فكان من عادة الإمام النخعي رحمه الله تعالى أن يقول إذا طلبه أحد: يقول للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد، يعني اذهبوا والتقوه في المسجد، إيهاما أنه في المسجد، ولكن الحقيقة أي تعالوا إليه في المسجد، لا تأتوا إليه في البيت. أراد التورية
رحمه الله تعالى. وبهذا أختم كلامنا، ويبقى عندنا الآفة الثامنة التي إن شاء الله نتحدث عليها في مجلس قادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا مجلسنا ودعاءنا وذكرنا ودروس العلم يا أرحم الراحمين، وارض عنا رضاء لا سخط بعده، ووفق مركزنا مركز الدعوة الإسلامية لخير العمل بكتابك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة على ما اتفق عليه العلماء، إنك سميع قريب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وكما جمعتنا على ما يرضيك فحل بيننا وبين معاصيك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا عالم الأسرار، يا عالم الأسرار، يا من يرى حالنا ويعلم مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا وتطهر لنا قلوبنا وتنور لنا وجوهنا وتيسر يوم القيامة حسابنا يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا مجيب دعاء المضطرين، يا رحمن السماوات والأرض ورحمهما، يا رب الأرضين والسماوات، يا من إذا دعاك العبد تستحي أن ترد يديه صفرين خائبتين، ندعوك يا الله ونحن المذنبون المقصرون ونحن الغافلون، ألهتنا الدنيا يا الله، إلهنا قلوبنا قد اغترت في الدنيا فطهرها يا الله، إلهنا قد شغلتنا أموالنا وأهلونا فانزع من قلوبنا كل ما يرضيك يا الله. اللهم أفض علينا من فيوضاتك ورحماتك، اللهم أفض علينا من فيوضاتك ورحماتك، إلهنا أفض علينا من فيوضاتك ورحماتك، طهرنا ظاهرا وباطنا، حققنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا واعتقادا. اللهم نعوذ بك من كل خلق لا يرضيك، نعوذ بك من كل عمل لا يرضيك، نعوذ بك أن نغتر بأنفسنا. اللهم نسألك الإخلاص في أعمالنا والإخلاص في أقوالنا والتضرع إليك. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يرفع، ومن عمل لا يقبل. يا الله يا الله يا الله، أنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا ربنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم استجب لنا دعاءنا. إلهنا وسيدنا وخالقنا، اجعلنا من عبادك الصالحين. إلهنا اجعلنا من عبادك الصالحين. إلهنا اجعلنا من عبادك الصالحين. لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا.